هنيجي بقى لمقارنه ممكن تستعرضها يا احمد دينيس اونيانجو ومحمد الشناوي، وانا بعتبرهم الحارسين الافضل داخل القاره. حارس واخد افضل لاعب في مباراه اوروجواي في كاس العالم، ودينيس اونيانجو واخد افضل لاعب محلي على مستوى اللاعبين المحليين كلهم وهو حارس في 2017. مقارنه بين حارسين يا احمد هتستعرضها لنا، كبار جدا جدا وهيشاركوا في صناعه الفارق لايام من الفريق. بس انا اتوقع او اتمنى من لاعبي النادي الاهلي استغلال نقاط ضعف اونيانجو. اونيانجو حارس بيتميز بطول القامه، لكن وزنه بقى اصبح تقيل الى حد ما. اللعب مع اونيانجو دايما التصويبات المباشره بتكون صعبه عليه، خاصه لما تكون متقنه وارضيه. معظم الاهداف اللي بتدخل في اونيانجو هي اهداف ارضيه و في مركونه باتقان. وعايز اكد على حاجه، الكره اللي بترجع منه اكتر من كره في الدوري كمان جنوب الافريقي بترجع منه، بترد منه للمهاجم. دي اللي انا العيوب اللي انا هتكلم فيها عن اونيانجو، بحيث اللعيبه النادي الاهلي يعني ما ياخدوش بفكره ان هو من افضل حراس مرمى القاره، لكن بيمر بمستوى في نقاط ضعف عنده. النقاط الضعف دي لازم نستغلها في فكره ازاي وانت بتلعب عليه. اونيانجو بيتميز جدا جدا في فكره الانفرادات، بيقفل لك كل زوايا المرمى، بيقدر يتحرك داخل ال 18 بشكل كبير جدا، مهم جدا وانت بتلعب الكره، يا اما ايرلي كروس بعيد عن الحارس. او معظم الاهداف اللي دخلت في الدوري في اونيانجو كانت عباره عن انك بتوصل لخط المرمى وتلعب العرضيه على الارض للخلف، ويتم استغلالها من قبل القادمون من الخلف بشكل ارضي. فنتمنى ده. كمان الكرات اللي بتقع من ايد اونيانجو لازم يكون عامل حساب ان انت تقدر تعمل عليه فولو في اي تصويبه، لان ده هيحقق اهداف للنادي الاهلي ان شاء الله لو استغلينا النقاط الضعف دي. ولكن نستعرض دينيس اونيانجو مع محمد الشناوي. طبعا هو اكبر في السن 34 سنه، دقائق اللعب في دور المجموعات 438 لانه كان تعرض لاصابه بسيطه، 590 محمد الشناوي استقبل هدفين، لكن الشناوي استقبل اربع اهداف، لكن عدد التصديات متساوي بين الحارسين 13 ل 13، الخروج من المرمى 7، الخروج من المرمى محمد الشناوي 10، تمريرات طوليه 22 من 36 لونيانجو بنسبه 61%، تمريرات الطوليه لمحمد الشناوي 30 من 43 بنسبه 70%. اعتقد يعني واضح جدا بغض النظر عن عدد الاهداف المستقبله، تفوق محمد الشناوي على اونيانجو في التمريرات الطوليه اللي كان ممكن بيعاني منها الموسم الماضي، ولكن دي بقت نقطه مهمه جدا في محمد الشناوي، وتحسب لمدرب حراس المرمى اللي مع الشناوي ان الشناوي بيشتغل على نفسه بشكل كويس جدا. اونيانجو فكره الضغط اللي لما بتوصل له كره بيخطئ فيها تماما، فكره الطرات نسبه 61% نسبه قليله جدا بمقارنه بمحمد الشناوي اللي اتحسنت وصلت ل 70%. عايزين هدوء امام المرمى، عايزين التعامل مع كل تفصيله في المرمى في مواجهه المرمى ومواجهه حارس اونيانجو، لانه تالق امامنا المباراه اللي فاتت، لكن وليد ازارو لما سدد تسديد مباشر قدر يخطف الحارس. نتمنى التركيز والدقه والاتقان واللعب على عيوب الحارس، الكرات الارضيه والتصويب من خارج ال 18، وكمان الفولو على اي كره بتقع من ايد الحارس، لان بالفعل بتقع من ايده كرات كتير جدا. نيجي بقى لكيكانا. كيكانا لاعب الارتكاز والوسط المدافع اللي بيلعب كرقم 8، بيلعب جنبه جالي كرقم 6، اللاعب اللي بيركز في المهام الدفاعية أكتر، وما تلاحظش أن جالي بيتقدم بشكل كبير، ولكن كيكانا لاعب من أفضل اللاعبين على مستوى التحرك، لأن كيكانا هنستعرض كمان بالصور بيعمل حاجة غريبة جداً. نادرا ما تلاقي لاعب الوسط المدافع او الارتكاز بيتحرك لاطراف الملعب، كيكانا بيعمل ده بشكل جيد جدا. كيكانا 34 سنه، سجل هدف في دور المجموعات وصنع هدف، سدد 5 تسديدات، لاعب مميز جدا بالتسديد، وكمان بيختار اماكن التسديد، ومن اقل فرصه ما بيكونش فيه ضغط عليه اللاعب بيسدد. وهنا بداية ضغط ديانج مش على الأجنحة والأطراف أو لاعب الوسط المهاجم بس في سان داونز، ده كمان مهم جدا إن كيكانا يكون مضغوط عليه، لأنه بيفقد الكرة بشكل كبير لما بيتضغط عليه. دقة تمريراته الأرضية 82%، وهو من أكتر لاعبي سان داونز في معدل استلام الكرة. مسارات تمرير الكرة مرتبطة في سان داونز باتنين، سيرينو وكيكانا في الجزء الهجومي. التدرج مرتبط كتير جدا بالمثلث بتاع زويني في الطرف، سيرينو لما بيسقط، وكيكانا وبيتعمل مثلث في قلب الملعب،
واحيانا بتتحول لدايموند ماسا، بيكون بيدخل المهاجم وبيطلع زويني للشمال، وفي اليمين بيدخل سيرينو وبينزل كيكانا، وبتبقى دايموند وبتبقى صعبه جدا جدا. وعايز اتكلم كمان في حاجه، لو بصينا للصور اللي هنعرضها لكيكانا بتدل على اماكن صناعته لاهداف. لو بصينا الهدف ده صنعه كيكانا، كان اللحظه اللي ما فيش ضغط عليها، كان كيكانا بيعمل تمريره متقنه في قلب دفاعات المنافس، ده في دور المجموعات، وبيصنع هدف مهم جدا سجله سان داونز. نروح للصوره الثانيه ونشوف برده كيكانا. ده كيكانا موجود في الطرف ازاي وبيتخلص من الرقابه، يعني لاعب ارتكاز بيطلع لطرف الملعب وبرده صنع هدف مهم. نروح للصوره اللي بعدها، كيكانا بيدخل في العمق وبيتحول للاعب وسط مهاجم، وهنا استقبل الكره صنعها براسيه هدف لسان داونز. نيجي للصوره اللي بعدها، احنا بنتكلم كيكانا لاعب مميز جدا، مش تحركات، لاعب وسط مدافع تقليدي ابدا يا احمد، وعشان كده مهم جدا ان يكون كيكانا في تركيز عليه. واكيد فايلر عامل حساب اللاعب ده لان هو بيقدر يصنع الفارق. كمان عندنا لاعب تاني يا احمد تقدر تستعرضنا استكمالا لكيكانا. كيكانا كمان بيجيد التصويب من الضربات الثابته، يعني دايما يكون عندنا حذر جدا من صناعه فاولات المنطقه المباشره للمرمى، لان كيكانا بيجيدها بشكل كبير جدا، واحد اسلحه فريق سان داونز. لكن عندنا ايضا سيرينو المحترف الاورجواني، وده لاعب بيلعب راس حربه وساعات بيتحول لجناح وساعات كمان بيلعب تحت راسين الحربه، فاللا مركزيه كبيره جدا بينه وبين زواني اللي سجل في السنه اللي فاتت هدف الاول في النادي الاهلي. فنتمنى اخذ الحذر من هؤلاء الثالوث. السن طبعا 29 سنه، لعب 511 دقيقه في المجموعات، سجل هدف، صنع 3 اهداف، عدد تسديدات رهيب 14 تسديده في 6 مباريات، رقم كبير جدا. الاهم انه بيقدر يصنع فرص لزملائه، صنع 6 فرص بمعدل فرصه كل مباراه، دقه تمريراته الارضيه 79%، 26 عرضيه، وده لاننا بنقول بيتحرك كتير جدا تحت راس الحربه وساعات بيوصل يلعب جناح. العرضيات 26، المراوغات 9 من 18، رقم برضو كبير جدا. فقد الكره 59. سيرينو مع كيكانا مع زواني، ثلاثي رهيب جدا في خط هجوم سان داونز، بيتميزوا اذا قلنا سيرينو وزواني بالسرعه الرهيبه، خاصه زواني من اسرع اللاعبين بعد طبعا الجناح الايمن اللي هيغيب ان شاء الله، من اسرع اللاعبين في فريق سان داونز، وعانينا منه النادي الاهلي وعانينا منه منتخب مصر ايضا. فطبعا ثلاثي لازم ناخد بالنا منهم، وفكره ما نسيبش مساحات لكيكانا وسيرينو لصناعه التمرير الكره فارس. الصور دي هتعرض لنا ازاي انت هتقابل سان داونز بكره. سيرينو هو مهاجم بيتحرك وبيدخل مفوي في العمق كمهاجم تاني، زويني بيكون موجود على الجناح، وفي الجناح الايمن دايما بيكون مورينا لما غاب بيدخل مفوي او بيرجع، كمان بينزل موكيليتسي في اوقات كتيره جدا بيكون موجود. هنا ده سيرينو برضو اللامركزية بيتواجد، ده هنا هدف بيصنعه، هنا دي الثلاث أهداف اللي هو صنعها. بص مكان تواجده وهو مهاجم، والمفروض أن كمان هو تحركه دايما بينزل لتحت يا أحمد، بيسحب معاه المدافعين، وده للأسف بيحصل كتير جدا، أن أنت بتقع في فخ أن أنت بتتحرك مع سيرينو فبتخرج اوت اوف بوزيشن، فيبدا يدي مساحات. ده اللي بيحصل دايما من سورينو، هو بيلعب عشان دي، هو تصنيفه مهاجم انما هو طول الوقت ما بيتحركش تحركات مهاجم، وهو من اذكى اللاعبين في التحركات. لو رحنا للصوره اللي بعدها برضو، هنا تحرك في العمق، هنا بقى بيتحول لصانع العاب بالمفهوم الكلاسيكي للاعب رقم 10، وبيصنع في العمق بتمريرات قاتلة. نروح للصورة اللي بعدها برضو على الطرف، احنا شفنا تحرك في اليمين، تحرك في الشمال، تحرك في العمق، التلات اهداف اللي صلاحهم سيرينو من التلات اهداف صناعة الكرات الهجومية لسان داونز. هنا بنشوف صنع الكرة من كانت ضربة ثابتة، اتحرك واستقبل بيجيب الضربات الثابتة العرضيات. عايزين بقى نتكلم في حاجه، ده جاء الجول الثاني برضو، كان سيرينو هو اللي لعب الكره العرضيه، كان فاول حدود 18، مش عايزين نذكر الناس لكن لازم برضو عشان نتعلم من الاخطاء، بيلعب العرضيه طبعا دخلت في عمق المرمى وسجلوا منها الهدف الثاني، فلعيب
بيجيد جدا اللامركزيه، بيجيد جدا لعب الكره الثابته، بيجيد جدا صناعه اللعب، وعنده كوره بيقدر يراوغ، بيقدر يلعب السهل الممتنع في عمق مدافعي النادي الاهلي او الخصوم. ده احنا بنتكلم عن سان داونز بشكل واضح. قبل ما نروح للنادي الاهلي عايزين كمان ناكد على حاجه. سيرينو لما هو بيتحرك من مكانه دايما دايما فكره المان تو مان اتلغت من كره القدم، ولكن يوهان كرويف له مقوله مهمه جدا، ان كره القدم بتبقى في رجل اللاعبين وقت قصير جدا من المباراه، اغلب الوقت الكره بتبقى بتتحرك واللاعبين بدون كره. انت هتعمل ايه في الوقت اللي بدون كره فيه؟ هو ده التحرك الدفاعي مع لاعبي سان داونز اللامركزيه، فخ صعب جدا ازاي تتحرك مع اللاعبين اللي بيتحركوا دايما بلا مركزيه وتبادل المراكز. وحسنا ان زويني، رغم ان انا قلقان، زويني بيمر باسوأ مستوى ليه من ساعه ما لعب مع سان داونز. تخيل يا احمد في دور المجموعات صفر اهداف، صفر صناعه للاهداف، صفر خلق للفرص، زويني بيمر بحاله غريبه جدا، وهو من اكتر اللاعبين اللي انا كنت بخاف منهم ويظل لاعب مهم. بس كرة القدم بتبين لك في حاجة اسمها التوب لينكد، أكتر لاعبين بيمروا لبعض. السنة اللي فاتت كان سر تفوق سان داونز إن كان أكتر لاعبين بيمروا لبعض سيرينو وزويني، ده مش حاصل السنة دي، ولكن يبقى لاعب خطير. عايزين نستعرض أرقام تانية يا أحمد قبل ما نروح لنقاط بقى ضعف سان داونز بعد ما شفنا نقاط قوته. احنا عايزين نتكلم بس عن فكرة إن فرصة إنك تلعب على أرضك هي فرصة لازم تستغلها. فكرة إن أنت تحاول أو عدد محاولات على مرمى سان داونز مش بالأمر السهل، سواء على ملعبك أو خارج ملعبك، بيلعبوا كرة حديثة جدا، فيا ريت مع عدد المحاولات اللي تقدر تصنعها في القاهرة تقدر تستغل أكتر عدد منها. حابين نستعرض لقاءات سان داونز في المجموعة، المحاولات المنافسين على مرمى سان داونز سواء خارج أو داخل المجموعة. فدي طبعا معانا محاولات المنافسين على مرمى سان داونز على ملعبه، عدد محاولات اقصى محاولات ممكن توصل لها هي 6 محاولات، سواء بترو اتلتيكو واتحاد العاصمه او الوداد. فاذا قلنا ان بترو اتلتيكو واتحاد العاصمه مش بالفرق اللي ممكن يخافها سان داونز، فريق الوداد ايضا كان 6 محاولات فقط لا غير، منهم 3 محاولات صحيحه، اتحاد العاصمه محاوله واحده صحيحه، بترو اتلتيكو محاولتين فقط لا غير من اصل 6. فرص محققه صعب جدا في ملعب جنوب افريقيا بتقدر تصنع فرص محققه، اتحاد العاصمه قدر يصنع منهم فرصتين وسجل هدف وانتهت المباراه 2-1 لسان داونز. لكن لما سان داونز بيخرج يلاقي الفرق خارج ملعبه، الفرق بتعمل ايه بالظبط كده؟ دي محاولات المنافسين على مرمى سان داونز خارج ملعبه. هتلاقي ان معدل 13-14، 14 لبترو اتلتيكو منهم 6 صحيحه، لكن برضه فرصتين محققتين. اذا ممكن المحاولات دي تكون تصويبات من خارج ال 18 او من داخل ال 18، ولكنها مش بتوصل لمرحله انها فرصه محققه او بانها بتصنع خطوره كبيره على مرمى سان داونز وهو بيلعب خارج ملعبه. اتحاد العاصمه 13 محاوله 3 بس صحيحه، واحده فرصه محققه، وبالمناسبه قدر يفوز عليه سان داونز في الجزائر 1-0. الوداد المباراه اللي انتهت 0-0 قدر يعمل 14 محاوله على مرمى سان داونز منهم 6 صحيحه و2 فرص محققه. اعتقد تحديدا الفرص المحققه بتوضح قد ايه فكره الدفاع المنظم لسان داونز اللي بيبدا من الاثنين المهاجمين لانهم بيلعبوا كره حديثه. فيا ريت لاعبي النادي الاهلي يكونوا واخدين بالهم جدا، وده اللي اتكلم عنه رينيه فايلر، فكره التوفيق. ان شاء الله نقدر نصنع 16 و18 و20 محاوله على المرمى، لكن الدقه، مدى كم مره هتلعب كره صحيحه على المرمى، كم مره يكون في شوت اون تارجت المطلوب، ولما تسدد على المرمى الدقه هتكون قد ايه. يا ريت كل التركيز من لاعبي الخط الامامي للنادي الاهلي وفكره التصويب على اونيانجو وانتظار اي كره ممكن تقع من ايد اونيانجو. مباراه صعبه جدا، فكره الفوز فيها وشباكك نظيفه هو الهدف الاسمى، فكره السكور والكلام ده كله مش موجود مع فريق زي سان داونز. هنتكلم بيها، ولكن عدد 13 و14 محاولة على مرمى سان داونز بغض النظر عن عدد المحاولات اون تارجت هو مدلول. انت تقدر توصل لمرمى سان داونز، وده الحاجة رقم واحد اللي تخليك وانت نازل المباراة حاسس ان انت تقدر تصنع الفارق في المباراة دي، ولكن ان انت تستغل ده. سان داونز اتمنى فايلر وهو بيحب المدافعين اللي بيبنوا الهجمة، ربيعة اعتقد خيار اساسي ليه، اتمنى ياسر ابراهيم يكون موجود بكرة.
عندك فرصة إن علي معلول، لأن سان داونز بيكون عنده مشكلة في الجبهة اليمنى خصوصا مع غياب مورينا. أنت عندك الجبهة دي أيا كان اللي هيلعب ظهير أيمن هيكون لك تفوق فيها، معلول مهم. أتمنى وجود فتحي وأفضلية الخبرات في الظهير الأيمن. كمان لبوشا لو شفنا الأهداف اللي دخلت في سان داونز الثلاثة منهم كورتين عرضيتين من الجانب الأيمن، واستغلال المسافة بين قلبين الدفاع. هنا بقى دي أهم نقطة ضعف سان داونز. سان داونز بيعمل حاجة كارثية في كرة القدم، وهي أنه دايما منطقة زون 14 وهي زون 14 أخطر المناطق في كرة القدم بيسيبها فاضية. لو بصينا هنا اللاعب اللي عليه الدايرة في المنطقة زون 14 اللي هي تحت ثنائي الارتكاز وقدام قلبي الدفاع، اللاعب الخالي من الرقابة تماما، السلية بيجيد التسديد، الشناوي بيجيد التسديد، قفشه بيجيد التسديد، لو جينا كمان ديانج الثلاثي ده بيجيد التسديد. كمان حاجه بطل يعملها حسين الشحات، اتمنى يعملها بكره، الدخول للعمق ومحاوله التسديد في المنطقه دي. نروح للصوره اللي بعدها برضو هنلاقي رقابه كامله لبعض اللاعبين، ودايما منطقه زون 14 ما فيهاش ارتداد، عيب قاتل لسان داونز. كارثة بتتكرر في الدوري، في الكاس، في دوري أبطال أفريقيا، دايما المنطقة دي فاضية. نروح للصورة الثالثة، هنا لاعب دايما خالي من الرقابة جاي برضو، لو شفنا بداية الهجمة عشان ما معناش الرايتس ان احنا نعرض بالفيديو، كان جاي فاضي تماما يا احمد من نفس المنطقة. لو اي سكند بول رجعاله كان يقدر يصوبها بسهولة، بالعكس هو هنا خطأ ان هو دخل للاعبين المدافعين وبقى قريب على المسافه منهم. لو انتظر مكان الحكم، كان انتظر السكند بول كان ممكن يكون الفرصه خطيره جدا. وده اللي احنا بنتكلم فيه، سان داونز فريق لازم تلعب انت كمان بلا مركزيه في الهجوم. اعتقد اجاييه من اهم اللاعبين بكره، ده ضروري. اجاييه دايما اكتر لاعب في النادي الاهلي بيتحرك بدون كوره، مهم جدا. قفشه دوره في المناطق انا حاجه بيفتقدها الاهلي، انا مش عايز قفشه طول الوقت يبقى في المنطقه ما بين الارتكاز قدامهم وبعيد جدا الجاب عن المهاجمين، لا انا عايز قفشه يدخل لمناطق سان داونز يكمل في الهجمه. ده دور كان مهم جدا كان بيتعمل في الاهلي قبل كده. قفشه حته التصويب مهم، متاحه ليه بكره. كمان قفشه دخوله بدون رقابه للمنطقه مهم جدا. لعب حسين الشحات للعمق ايضا واستغلال المناطق الخاليه من الرقابه مهم جدا. اعتقد لو مروان محسن لعب لازم يكون له دور، وان كان المباراه بتميل لفكره اللامركزيه، فكره اللاعبين اللي بيتحركوا ما فيش حد بيقف بشكل ثابت في الهجوم عشان تخلق مساحات. هل تتوقع جيرالدو ام وليد سليمان اللي يبدا، ولا يبدا بمروان محسن؟ احنا خلاص قلنا عشان تلعب امام سان داونز لازم اجاييه. طب اجاييه في غياب رمضان صبحي وخروج كهربا خارج القائمه وعدم جاهزيته انه يلعب المباراه، هل ترشح جيرالدو وتكمل على ماتش السوبر برغم ان الفينش عنده ما كانش كويس جدا، وفي مباريات زي دي صعب جدا تقدر عدد فرص زي ده، ولا وليد سليمان وتلعب لغايه ال 60 دقيقه مع وليد بحيث تقدر لو قدرت تسجل تقدر بعد كده انت تتحكم في التغييرات؟ بص انا هقول لك بقى حاجه مختلفه خالص. احنا كتير جدا هنا كنا بنتكلم عن فكره التيمبو، السرعة. المباراة دي تحديدا مش من المباريات اللي انت محتاج تلعب فيها هاي تيمبو طول الوقت او لوقت كبير. سان داونز لياقة بدنية عالية مش جدا بس ومتميزين في الكرة، بيحب الفريق اللي يلعب تيمبو سريع، فهتلاقي المباراة وارد جدا تكسب، بس هتلاقي مثلا نفسك بتعمل نتيجة 3-2 هتسجل وهتستقبل اهداف. هاو تو كنترول ذا تيمبو، دي قاعده لازم تفكر فيها مع الفرق اللي من النوعيه دي. هتقسم الفكره ازاي، هتتحكم في الايقاع، ولاعبين زي وليد سليمان مهمين جدا لده، لاعبين زي اجاييه مهمين جدا لده، زي لاعبين زي قفشه بالظبط يا احمد مهمين جدا لده، لاعبين زي جيرالدو انا ما بملش ليهم في الاحيان بتاعت لما انت تكون عايز تتحكم في التيمبو. جيرالدو مش بيقدر تكول داون ذا تيمبو، ما بيقدرش يهدي التيمبو، كل كرة هتجيله هيفكر يروح بسرعة، هيفكر يخترق، هيفكر يلعب كرة سريعة. ده مطلوب بس مش بعقلية ان انا بلعب ده طول الوقت. طبعا اختيارات فايلر وريدة المعسكر وليدة تحضيراته، ولكن اتمنى اجاييه يكون في مركز رأس الحربة، واتمنى استغلال المنطقة اللي احنا قلنا عليها، تصويب او اختراقات للاعبين في المنطقة دي بدون رقابة، دي اهم حاجات ننتظر. اعتقد اتكلمنا في سان داونز بشكل مفصل وكبير جدا. اتمنى التوفيق يكون حليفنا ان شاء الله في مباراه بكره. انت كل الكره كلها احتمالات، وانت بتحط احتمالاتك كمدير فني، اهم حاجه التوفيق يكون مصاحبنا، وان شاء الله نستغل الفرص
اللي ما قدرناش نستغلها في مباريات كتير اهدرنا بسببها بطولات. لكن نقطة أخيرة بقى، حكم المباراة الحكم الكونغولي ندالة مواليد 14 يونيو 1987، ده قاد مباراة للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الحالية، وهي كانت أمام بلاتينيوم. النادي الأهلي ما أداش بشكل جيد، ولكن انتهت المباراة بالتعادل 1-1، وكان في هدف يعني في كلام كتير على صحته، احتسب تسلل كان ممكن يودي النادي الأهلي في مكان تاني خالص ويواجه النادي الأهلي خصم تاني خالص، ولكن الأمور مشت زي ما هي كده وبطلعنا تاني المجموعة. في فقل غير حسن واحد مع الحكم ده، رغم انه على فكرة من الحكام المميزين. يعني انا في رأيي هو حكم شخصيته داخل الملعب هادية، نتائجه كويسة جدا مع صن داونز. لا مش كده، ده نتائج الفرق اللي اصحاب الارض، هو ثلاث مباريات اصحاب الارض ما كسبوش فيها. نتمنى ان النادي الاهلي يكسر الفقر ده. اعتقد مع المصري، المصري فاز 2-0. انا بتكلم في دوري الابطال ثلاث مباريات اصحاب الارض. خلينا نشوف حاجه نتفائل بيها، وهي ان مع النادي المصري فاز النادي المصري 2-0. احنا اللي هنكسر القاعده دي باذن الله في دوري الابطال، نحقق البطوله. ويمكن فقل حسن على الفرق المصريه، الحكم ده ادار مباراه الزمالك والنجم الساحلي فقبل نهائي الكونفدراليه العام الماضي، وصعد نادي الزمالك برغم طرد جنش في اخر دقيقه. فان شاء الله يكون فقل حسن، وان شاء الله ربنا يوفقنا بكره. اعتقد نهينا على احنا نهينا صن داونز، يتبقى ان اللاعبين تؤدي مهمتها، يتبقى ان فايلر بكره التفاصيل والمباراه تحسم على جزئيات. اول حاجه بكره استغلال مناطق ضعف صن داونز، والاهم ان احنا يكون معانا التوفيق. نطلع نفاصل ونرجع لاخر فقراتنا ريمونتادا.